عسلامة، مرحبا بكم. يرفع الستار اليوم على إميسيون جديدة، حلقة جديدة من كولتور ماغ، نوتخ إميسيون كولتوريل اللي أكيد تعودتوا بها كل نهار أربعة 8:30 في تونسنا تي في. نحب بالمناسبة نشكر برشا فضاء تياترو اللي استضافنا اليوم باش نصوروا هوني. أيضا كولتور ماغ حضرنا لكم العديد من الروبورتاجات، ما برشا مسرح اليوم في كولتور ماغ. اليوم باش نكتشفوا بعضنا العرض الأول لمسرحية زنقة نساء في المسرح البلدي، كذلك عودة مدام كنزة في اعتصام في الكوليزي، أيضا العرض الأول لمسرحية طابة طابة لخولة الهدف في الفضاء هذية فضاء التياترو. تابعونا. البداية اليوم باش تكون مع المسرح، باش تكون في المسرح البلدي مع العرض الأول لمسرحية زنقة نساء. المسرحية هذه إنتاج يليل برود وهي أدابتاسيون على النسخة الفرنسية لو كلون دي ديفورسي، تعرضت قبل في تونس في تونيس فيسا كوميدي. زنقة نساء تمثيل سوسن مع الجلي، عندنا برشا ما شفناهاش سيغ سين، كذلك نادية بوستة ومحمد الدهش، تتناول بطريقة كوميدية مسألة المطلقات في تونس. زنقة نساء حضروا فيها برشا رجال وكذلك برشا نساء، نكتشفوا في الروبورتاج. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges, adorables. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. فاش تعمل راجل ميزان قد نسي؟ بين انا ستيليست دونك سي ان بو مون دومين. جاي تخدم على روحك. فوالا لي ابار انا جو دوا كونيتر ان بو بلوس لي فام، سي بور سا بوتيت. نحوس في الزنقه نلقى شي طفله. نلقاش باب مسكر برك. ان شاء الله الباب ما يلقاش مسكر، لوج في الزنقه، لوج في بلاد باش نعرس. هاني جيت لهوني قالوا لي زنقه نسي فما برشا بنات، هاني جاي باش نعرس، نخطو. فهمتني؟ كانت قال لي واحده انت اختار لي معاها. انا مانيش خطابه انا. ايجي اختار معايا ونختار وحيده. واش خصت زنقة مزدود وفيها نساء زيد اون بليس، ولا عمرك تحلم بها. تدخل ما تخرجش يعني؟ لا كيك ندخل نعرس. ما هي زنقة، وزنقة ما تعديش وربي قدر الخير. كيما يقولوها اللي يحب الكل مثل كلب الامو. مش عيب راهو، مش عيب تزوج على راجل. اما خير ولا لا وجه عليك هو غادي تمشي وتقعد عليك فيها، هذيك تتعمل سنة الحياة. معناها عندك الخيار المستقبل، خاطر احنا ربي في الاصل، في الاصل عطانا الخيار. باقي ربي ما عادش يصلح تسير. هكا راهو تو تخلي في الناس الكل ولا انت عارف قال ربي واش قال لك خذ بس. قالوا الموضوع هذا دي دو انا رجال هي اللي تسال عليا. نتصور سوسن وناديه ومحمد الدهش، يعني اسامي ينجموا يخليوا الناس يجيو باش يشوفوا شنو هي المسرحيه. سي نورمال، اسامي معروفه ومحبوبين من قبل ومعروفين يعني بالسمباتي نتاعهم. كي تكون بوست موجوده ومعالج موجوده اكيد لازم الثالث يكون دهش. الاسامي هذه تجيب الجمهور بطبيعتها تو ابستراكسيون فيت من الاسم نتاع المسرحيه، دونك باش نشوفوا ان شاء الله فرجه حلوه. سوسن معالج على اكسلي في لوغول دبي باش واش قاستلي، نادي ابو ستة على في لوغول دو نونوش اون بلو، فهمتني؟ اون تخي على اكسلي. انا فغي قعدت فريمون امبرسيوني باغ لوغول كالا في، ومحمد الدهش الى في لوغول دو خيره فوالا خشيده ياسر. سوسن كي ندورو زنقة نساء زنقة زنقة، اش قال المرحوب؟ شنو نلقاو فيه؟ زنقة زنقة دار تلقى المرأة المطلقة وضعيتها صعيبة في العالم الكل، مش كان في معناتها هي على الهامش وزيد على الهامش. با دو ميساج اون بارتيكولييي ابار بارلي دو لا سوليتود دو سي فام، وبرشا نساء مطلقين في تونس واللي هما معناتها كومون دير ايلز ايساي دو تونير كوم ايل بوف و فوالا افيك بوكو دومور كي بلوزي توت ان ليجيرتي. فينالمون ما
تعطيني في الدار بلاه جالت أبليك وكنت تتعدى وقالوا صاري رح يوى على نفسك ما ولا أنا غيبتك الساعة جو 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 مش أقالك على الجو ولا يا كيفاش طلقك راجلك؟ ليش نعمل عندوش ذوق نعمل له اختي عمل مسرحي جديد فريد من نوعه اختار من اللغة الخشبية فريد من نوعه عمل مسرحي جديد فريد من نوعه ليكس ربي خليك ليس الغربي وانتوك انت اما الدور متاعك شكون مش يكون نعرف فما بورجواز وفما فما اللي جام زعما جاي من الريف وانت دورك مش يكون في المسرحية هذه انا بايا باش بواب ليش تراه بايا باش تولي تاويك بلدية هكا مستوية منظمة تعطي اهمية اكثر يمكن هي ظاهر مش نيو يا ساوس اكثر شخصية يمكن ماشية محافظة هكا على النظام الاجتماعي وما عندهمش يسبرهم وعيب وكل انا ليلي من البجوار رمزي من الريف انا نسكن هنا في الزهروني هبطت من قلت بوزبين عندي 9 سنين ونخدم ثلاجة في الفروحات فوالا وكي تطيح بيا وتتقين ويذوب الثلج نولي نحني في سويبها رجال فوالا هذه هي خدمتي وعندي الحق يدولي نعيش في العاصمة ونسكن في اللاكدي وجوي به وي مي عارف شو نقولك عليه شوي وعارف شو نقولك عليه نو المرأة راهي انت بتات عمرك ما حسيتها فهمت اما باي ذا واي شبيه يا كيكا راح زي متقعد برشا هاي اخيرا عبدا شنو هاي قلبك تنظر عليه شو زهرت مين زهرت اختي توا زهرت مولفون دي خمسين ابردي باش راكم جزار علاش اقتباس علاش مثلا ما تلميتوش على عمل مسرحي جديد تونسي 100% تونسي كل شيء بالمكتوب الاقتباس هي فكرة والفكرة تجيب حاجة الكونتينيو راهو تو تشوفه معناها سي بيورمون تونيزيان جوستومون هو المسرحية اللي 100% تونسية في وقت توا بالنسبة للتجربة أنا اللي عندي في المسرح يلزمها برشا وقت وبرشا بحث وبرشا خاطر مسرحية مش سهل معناتها تحب لك 6 شهور 6 سنين عوام وأنت تحضر فيها رجل مخلوع مقيم بالمملكة العربية أثمر البشرة مربوع القلب حزنه وألمه كبير سنتيمونتال يا يرغب في التعرف على عزباء أو متعلقة مقطوعة للرجال شكون المرأة اللي تساعدك بهذوما الثلاثة؟ أنا لازمني حاجة ما بين بيا وصوفي ورجولية خيرة عجبتني بالأخص خيرة خير محمد الدهش اي ادى دوره مليح مليح اكسترا ضحكوا ثلاثه وتعطيهم الصحه وما بغضوا انا معناتها فرحان ياسر السوسن ومحمد ونادي خاطر معناها اللي الناس يمكن ما يعرفوش سك ريت البياس تكتب في الكوجينه نتاع داري معناها كل يوم على مده شهر اثنين سيتي اكسترا اوردينير يعطيهم الصحه فريمون يعطيهم الصحه حلوه برشا سيتي تري تري بيان Très bien joué. Halloween, elles ont très 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 bien joué, la Hakika. Et puis il y a beaucoup d'allusions à Thawra, à la Tunis, à la Halloween, la Hakika, Halloween, Barsha. Juste faire ma hajit qui sont un peu osées, à Malais, sinon en gros, Béa, Barsha. Femme Barsha de Mar, Barsha de Ké. ظهر لي اليوم مع النساء الديمقراطيات تعملنا النساء المطلقات ما دامك امنت بالمسرحيه وبالمشروع لا 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 انا النساء المطلقات في تونس معناها بالنسبه ليا كل واحده وضعيتها ومش معناها ماساه كما نقدموا فيهم فما اللي طلقت خاطر طلاق احسن لها من الحياه الزوجيه معناها ما يلزمش ديما نراو طلاق كماساه على الجود على الكرم
تاوس انا الببليك ظهري ما وقفتش الزنقة في بالهيرب في زنقة نساء. والله يوم فيغا بور لو مومون نجمو نقولوا لي سا سي بيان باسي معناتها لقينا ان توكا تلقي. ما فماش علاش تقفل الزنقة بالهيرب وقت اللي يبدا فما الغرام وقت اللي يبدا فما المحبة وقت اللي يبدا فما العمل الجماعي وقت اللي يبدا فما لا بون ديناميك وقت اللي يبدا فما الناس اللي تخدم مع بعضها وتحب بعضها عمرها ما تقف الزنقة والزنقة عمرها ما باش تقف. عرض باهي خفيف بيان سور بور ان افون بروميير يتلم اكثر وثما حاجات تروشكو مي جيماجين معناها عندي ثقة فيهم باش الحاجات يفيقوا برواحهم نعرفهم اللي هما فيقوا بالحاجات اللي ما مشاوش. ناقص شوية النص خسارة النص يلزم يزيد تخدم بالكدا مي الديكور والماكياج وال لو جو إلي إكستراوردينير محلاه ضامر. مرحبا بكم وجيت فرجو فينا واحنا تريس ميوس بومنا كل كوا جيت فرجو صحيح سامباتي ها شو عندكم تاسنا شا شا يزيكم من عقد اه يجي اخر شو يجي عاملونها ما فرسوكم عندي الشوارع تسامحني شو ناخذ دوي توت توت شوت باي باي في المسرح لكن توا باش نتوجهوا الفضاء الكوليزي باش نتعرفوا على الفيرسيون الجديده نتاع مسرحيه مدام كنزه المسرحيه الناجحه لمنصف دويب واللي اسمها مدام كنزه في اعتصام لكن وجهها الجندوبي ما تصمتش وكانت حاضره بقوه سيغ سين بالرغم اللي برشا توقعوا اللي في الفيرسيون الجديده نتاع مدام كنزه باش نلقاو الممثله سوسن معالج. الجمهور كان حاضر في قاعه الكوليزي وضحك برشا على مواقف مدام كنزه وتفاعل خاصه مع الموقف الاخير اللي حكيت فيه وجهة الجندوبي على المرأة التونسية للديتاي في الفتاخ. مدام كنزة باعتصام ماكش تجيك جيت مدام كنزة جوستومون هي عامله هي جايه باعتصامها وجايه معني جايه باش تفضح الدنيا الكل وجايه باش تعارك وجايه باش تعرهر وجايه باش تطلب حقها كأم كمرأة كبلاد زادة تمثل تونس زادة. مدام كنزة معناها معبية مليانة وعندها ما تحكي. يا ست وهمي كنزة عامله اعتصام ايه وهو يموت بعد ما كلمة اعتصام تلقى هذاك ام ينفذ على التليفون الو وي بس تأسيسي يا ربي سيدي شو ثم رب الضيع سقنا قلت ثم راس مينا يا ربي نفسنا ثم راس صح ايش اقول بيه اتذكر بشوي ايش اقول ثم مواطنة ثم مواطنة شريفة اي بيه ثم مواطنة اي محترمة بيه نكود وي يا اي 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 في الجنس انت اي فلا اي جات الكمبيلانس مع ابو قال بسرعة تروح في الدخان وطبع المفتاح. منصف ذويب يعني زيد في العنوان نتاع مسرحيه مدام كنزه في اعتصام، هل ترى انت كفنانه مسرحيه اعتصامات ينجموا يحلوا وضعيه البلاد؟ والله اي فما معناها وضعيات اللي يلزم يكون فما اعتصام اللي يلزم تقول لا ستوب لا مش هكا. شنو تقول لي وجهه جندوبي تو؟ والله نقول لي للي غمضوا عينيهم للي سكروا دوسيات للي يتعداوا على الحاجه يمر عليها مر الكرام للي صخايب تونسي بهلول وما يفهمش للي ما يعملش اعتبار المواطن زويلي ما يلقاش بشكل ويعتبروا ما مثالش علاش لا برشا حاجات نقول لي ما تبكيش امي ولدك هوني في الجنه برادايس لاباس متهاني انا هوني متزوج عندي ثلاثه زوج في قبل المسرحيه هذه اللي قالوا لي سوسن معالش تكون في مدام كنزه 2 انت شنو رايك في الحكايه هذه وجهه تامر
مدام كنزة ينجح أكثر مع وجيه الجندوبي من سوس المعالج. وجيه يعني أحلى في الدورة نتاعها توا، يعني قدته بالكدا بالكدا زادة. راي يحترم ويعجبني ومحليه. أبعثوا لي محمول الجيش، أبعثوا الجيش هنقبلها الكل. جيش مش لازم. لا لا ما حتى أنا قلت له إيش العمر. بلا أبعث لي الشرطة، أبعث الباكت والكرستوه شدوا يحتوى. أعلى الأمن في قليل الأمن. ده أنا بعطيها الميليشيات أطوريها أخذرها قلت. ما فماش ميليشيات. بل العوده نتاع مدام كنزه في اعتصام، يعني جرات كما نقولوا دي رومور تسربوا حتى في الجرايد ولا حتى في الفيسبوك، قالوا لي سوسن معالج نحترموها برشا الممثله، قالوا لي هي مش تاخذ الدور نتاعك في مدام كنزه، وقالوا زاد اللي جرى خلاف ما بيناتكم. مادامك انت قدامي دوي كنحب نستغلك وتجاوبني، هل الخبر هذا صحيح ولا لا؟ وشنو حكايه سوسن معالج ومدام كنزه؟ لازم تستغلني استغلال فاحش في الحكايه هذيا. ما كنتش تلقى عندي ريبونس، على خاطر حاجه وحيد نعرفها اللي انا ما تعاركش مع سوسن معالج فمش عايش تعارك معاه. وما في بليش اللي باش تخدم مدام كنزه، في بالي باش تخدم ددو ولا شنو ما نعرفش، ولا يمكن باش تخدم مدام كنزه، اما مش مدام كنزه هذه، مدام كنزه يظهرلي تترشح للرئاسه اللي كنا باش نخدموها انا منصف ثويب في ظروف ما تنجم تكون كان وقتها. سوسن تحسن تراجيديا الكوميديا وتنجم تكون في سبيكتاكل اخر وتنجح زادا، يعني ما نستغربش نهار اخر كي نسمع مثلا سوسن معالج نجحت في وان منشو، لانها عندها دي كاباسيتي اللي تنجم تستغلهم في الوان منشو. بالنسبه للسبيكتاكل هذا بالذات انا راى انه وجهها تنجح اكثر. ما تنجموليش، ما تعرفوليش انا شكون، ما تعرفوليش، قال شكونك انت شكون؟ انا المراه التونسيه، عيني سمتني والسيدة المنوفية عزيزة عثمانة والسياسة الإهلالية. أنا المرأة التونسية، أنا اللي نلعب في الخيشة تحت الساقين الضايعة في الحلية. أنا هي رايك سورتو في الاخر لي بارول اللي وجهتهم للمراه التونسيه؟ هو دايوغ هذيك اعز بارتي عجبتني المسرحيه كامله. انا جاتني ليموسيون اكيد اكيد مش اكيد لي بارول نتاعها كل ما متمشين مع الواقع اللي قاعد يصير في البلاد تويكا ويعطيها صحه. انا مانيش مناضله ومانيش سياسيه ومانيش فلاقه، لكن بالفن بالمسرح ندافع ونتكلم. عمي كاميرا عمي كاميرا سيرفيانت افون هذاك ما يكون كان التهاني شو السيرفيس نتاعنا. ايه عمي كاميرا باش تلصص على المتوقفين. مالا بنعاني هذاك باش يتهدى ويغزر ويبدبد. قل له انت مثلا ايش نلم ونعملوا عمل خير الخدام نتعرف. اليوم اعتصمت وظهر لي في ساتردي نايت هنا في المسرح. انت قاعده تقص علي، انا قاعد نكتب في الوجهه في برافو بالقوي. دونك برافو كا خرق العادة، أبدعت ديما تبدع وجهها امبيكابل يعطيها الصحة. باهي يعطيها الصحة، عملت مجهودها بالكدا. سي لا دوزيام فوا مي سيتي بارفي، دونك سي ديفيرون دو لا ديرنيير فوا مي تعرفونا سيتي بيان. ديما عندها جديدة بارابور المسرحية الأولانية نتاعها وسبعة تعدات لاباس، صارية باهية إن شاء الله. بيان إتيدي المسرحية وديجا عملت فيها برشا تغييرات حلوة، بالأخص على المرأة التونسية وعلى الموضوع ككل. وجهها الجندوبي فنانة كبيرة وممثلة ممتازة نعرفها من قبل معناها، وزيد اشتغلنا مع بعضنا في عمل تلفزي ونعرف قدراتها، وما كنتش شاكك لحظة نهار اللي سمعت أنها باش تعمل وان مان شو باش تنجح، لأنها من النوع اللي تحسن التراجيديا والكوميديا. نمشيو توا للاستوديو ستار فويس وين تم تسجيل اوبريت وكذلك فيديو كليب لاوبريت نفس المصير اللي هي تلحين حكيم الجيلاني، كان حاضر فيها من ليبيا شيف جيلاني وكذلك محمد جبالي والفنانه غفران من تونس وعبير من ليبيا. الاوبريت هذه تحكي على التعاون اللي جمع بين تونس وليبيا وقت الثوره. ايضا اللي فكر في جمع بين اسماء هذه الكل هو سامي الزغلامي. احنا استغلينا الفرصه وصورنا كواليس تصوير الفيديو كليب وكذلك تسجيل أوبريت نفس المصير، وكذلك محمد الجبيلي اللي كان حاضر سمعنا جديده في الفيتير هذا.
طلبنا نغير، طلبنا بنفس التغيير، طلبنا بنفس التغيير، نفس التغيير. عسلامة غفرة، سامحني اللي قصيت عليك. به اليوم نفس المسير، هل مشيت معك بشاب جيلاني ومشيت معك بمحمد الجبالي؟ نحب نسألك كيفاش بديت فكرة لوبيريت هذه الساعة، ويعني شنو اللي لمكم مع بعضكم؟ هي معناها لمتنا الثورة التونسية والثورة الليبية. حبينا نقدموا هدية لليبيا وتونس، نحب نوريهم اللي نحنا جمعنا نفس العدد وجمعنا نفس المصير معناها. وهذا أجمل شيء إنه يجمعنا نفس المصير، خاصة في الغناء. حابين أن نحنا نكون يد واحدة وفي كل شيء. حبينا إحنا نحيو هالموضوع هذا ونبينه ونبعته مساج. أنا شو صار من مواقف من ليبيا لتونس ومن تونس لليبيا. الموضوع متاع الأغنية والأوبيريت هذية موضوع متاع بناء ومتاع استراتيجية، كيفاش نوحدوا موضوع أن نبنيه تونس وليبيا. ثورة كملنا منها خلاص، موضوع انتهى يعني. نفس المصير الفني يجمعك مع شاب جيلاني والفتاتين، لكن ظهر لي مش نفس المصير السياسي اللي يجمع بين ليبيا وتونس، ظهر لي. لا والله لا، حتى نصور يعني المحبة اللي زادت كبرت بين تونس وليبيا، نتصور حتى في الوسط السياسي يعني فما، لأنه نفس الشيء يجمعهم، نفس المشكل، نفس الأهداف. احنا مش حابين اصلا نتدخل حتى في الامور السياسيه، خليهم يحبوا الفن، خليهم يحلوا سياستهم بقى، احنا يعني نعمل لهم ايه. فالحمد لله نحن ثورتنا نجحت وثورتكم نجحت والحمد لله. مصيرنا واحد ايجابيا باذن الله في كل شيء. الفنانين ولا اهل الفن ما يفهموش السياسه في الاخر، كل حد واختصاصه، ولكن يحاولوا يمسوا الشعوب بقضايا معينه اجتماعيه، احيانا توصل حتى اقتصاديه، باش نحاولوا كيفاش نرجعوا الود ونرجعوا الحركه ما بين الشعوب اللي هي شعوب متقاربه ياسر من اول الدنيا. حاليا احنا طبعا نعتبروا ما في مرحله بناء، ما نعتبر ما تونس بصراحه ما تونس افضل من ليبيا، ما اجتازت المحنه والظروف. وبس ليبيا توها الحمد لله أصبحت الأمور تتمنى تهدى وتستقر. يا رب الضرام يا مغلق علينا، ليبيا يا حرة حب عايش فينا، يا حب عايش فينا، واليوم وغنينا ليبيا ولتونس الغالين علينا، الغالين علينا، نحن شمعنا اليوم وغنينا ليبيا ولتونس الغالين علينا، الغالين علينا. اما في الاوبيريت هذه ظلمتوا المصريين، يعني نورمال مو كان معكم واحد مصري. والله كنا حابين انه يكون اوبيريت فيه يجمع السوريين ويجمع المصريين ويجمع كل العالم العربي. مصر اوكي عاشت الثوره وربي فرج عليها، ومعناها حسينا بها وحسوا بينا نفس الشيء، لكن هذه الفكره انه اللي صار على حدود تونس وليبيا في فتره الحرب في ليبيا، وتونس كيف استقبلت الاف الليبيين، هذه الفكره، هذا محتوى الاغنيه. يمكن يجي مجال اللي تتعمل فيه وامكانيات ماديه تتحد ضخمه، اللي باش نجموا نعملوا اوبيريت فيها الشعوب اللي عانت القهر وعانت الدكتاتوريه وعانت الفساد وعانت وعانت وعانت، لكن توا الوقت مازال، احنا مازلنا اللي قاعدين نبنيو. طلبنا بنفس التغيير، نفس التغيير، مجرينا نغني وانتصرنا الطغاة، ليبيا وتونس بالذات يجمعهم حب كبير، يجمعنا حب كبير. توا نفس المصير، شنو مصير الأغنية هذا يا بعدك؟ إن شاء الله تلقى نجاح، وإن شاء الله الرسالة توصل للقلوب
مبدئيا التوانسه والليبيين لازمها تتمر الاغنيه، لانه يعني الجمهور اذا ما يشوفش الاغنيه هذه عديد مرات في الاذاعات والتلفزيونات، يعني النجاح رهين وانه تاخذ حظها كما يجب، سواء الكليب او الاغنيه هي بدا اوديو تتسمع توصل للعباد. اجمعنا نفس العادات، اجمعنا نفس المصير، حتى لما طلبنا نغير طلبنا بنفس التغيير، طلبنا بنفس التغيير، نفس التغيير. ولا يربح ان شاء الله لناوي لبلاد الشر، يدقدق ان شاء الله يمشي خطوه يتكسر، لا يهمه في بلاده خاين ناقم كله شر، تعبنا بعناده ان شاء الله في نومه متحير، ولا يربح ان شاء الله لناوي لبلاد الشر، يدقدق ان شاء الله يمشي خطوه يتكسر، حتى لما طلبنا نغير طلبنا بنفس التغيير، طلبنا بنفس التغيير، نفس التغيير. في الفضاء هذه فضاء التياترو باش نتعرفوا مع بعضنا على العرض الاول لمسرحيه طابة طابة. طابة طابة نص واخراج خولة الهدف، باش نلقاو فيه ايضا خولة الهدف كممثله، ايضا معها زهره الزموري، فاطمه الفالحي، ويسر اللي طلقوا برشا مواضيع كيما المراه التونسيه، كذلك الوضعيه السياسيه اللي قاعدين نعيشوا فيها توا. في طابة طابة باش نلقاو تركيبه مسرحيه مختلفه، زعما في طابة طابة فما صابة مسرحيه، نكتشفوا بعضنا في الريبورتاج. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. المسرحية اسمها طابة طابة، وجبتوا لنا بالحق صابة نساء اليوم. وي صابة نساء. اي كهو خاطر يلزم النساء يدخلوا في الثورة بقوة زيدة. وي 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 فيها نساء صاحباتي، عملنا حاجة مع بعضنا اللي حبيناها تحكي علينا، تحكي على رواحنا، دونك حاجة تخصنا برشا. برافو الشعب التونسي يتوحد، رحمة واحدة على ذاك الشعب التونسي، ماذا بيا نقولوا كذا. تسلم تسلم، حتى هي الثورة هذا الموت عملت في الشيب المغير، نتسلموا. بالضبط حبيت نقول لكم المفاعل التاريخي للشعوب. لينا ستركتور نتاع بيس دو تياتر مختلفة على التركيبات نتاع المسرحيات الأخرى، رينا تنوع كما قلت لك في لي سوجي أيضا اللي عالجتهم خولة الهدف، رينا تحكي على المرأة، على الأطفال، على حياتنا السياسية، هذه ما يخليش المتفرج اللي يجي يتفرج المسرحية يتمهمش شوية، يدخل بعضه شوية، ما يلقاش لك الفيل كوندكتور نتاع المسرحية. لا خممنا فيه برشا، هو تظهر فيه برشا مواضيع صحيح، ولكن الطرح خفيف برشا، هوائي برشا. ان شاء الله يكون الفكره وصلت، اللي هي مجموعه من الشهادات الحيه، شهادات ان جورنال تكتب وزدنا طورنا فيه، اللي هو جورنال كيفاش نقولوا يحكي على فترات معينه ومراحل معينه تعدينا بهم. هنا فما لوسموز بين الاربعه لكات كوميديان والسين والستركتور بتاع الخدمه كلهم مع بعضهم احلاهم. باش نحكي لكم قصه صغيره هي في الحقيقه نتاع ولاد صغار، اخترتها ما بين الكتب نتاع ولدي اللي عمره 3 سنين ونص. اسم القصه هاو تو كاتش ستار، كنت ديما نحب نقرا هذو، تظهر لي اللي هي رايقه تهدي الاعصاب بخلاف الفكره اللي فيها. لغه القصه بالانجليزيه وانا باش نحكيها بالعربي. فما ولد صغير يحب النجوم، كان كل ليله بعد ما يرقدوا الناس الكل يحط زوز كتب صغار يطلع ليهم ويقعد سارح مع النجوم ويحلم انه تكون عنده نجم هو وحده.
اليوم شنو حبيت تقول خلينا نقولوا بالستوري هاو تو كاتش ستار؟ ورينا برشا صغار زاده في المسرحيه. خايفه ليه؟ كيما صغار كيما صغروني اللي بحذيك. يا ربي يفضلوا لك. ما تقوليش تعامل مع ولدك كيما مقبيلك في المسرحيه. حكيت با دي تو. حبيت نقول اللي لو ميساج في طريقة تعاملنا مع الصغار هما اللي باش يكبروا، هما هي طريقة تعاملنا هي اللي باش تحكم كيفاش باش يكون فرد وكيفاش باش يكون مواطن فعال في المجتمع هذايا. دونك الميساج انك كيفاش نربوا صغارنا راهم كيفاش باش يطلعوا. وتوا اكتويلمون يظهر لي يلزمنا نركزوا على الموضوع هذايا على خاطر ولا موضوع مهم برشا. العائلة دخلت فيها برشا عناصر توا السياسي والديني دخل بعضه، دونك لازمنا نردوا بينا نحافظوا على الفريشور اللي عنده لايت صغير على الحلم نتاعو. فهمت منها انه وقت اللي واحد يصمم على حاجه يلزم في الاخر يوصل هدف فيها. يعني انت مش شد النجمه في الاخر. اي الحكايه سورتو الاخرانيه نتاع القصه ونتاع ولدها ياسر عجبتني على خاطر هذيك ترمز للطفل عنا احنا. كيفاش؟ كيما اللي حكيت عليه، مش اللي في القصه، اللي هي حكيت عليه. فريمون بالحق احنا الاولاد الصغار نتاعنا نقضيو عليهم، تعرفش معناها نقضيو عليهم؟ بالحق اون جينيرال ما ننميوش فيهم كل الموهبه ولا الحب للمسرح ولا للتمثيل ولا الحاجه، على خاطر كل شيء محرمينه، كل شيء خايب. انا راهو نلبس فولار سي فري، مي راهو تفكيري بعيد ياسر على اللي لابسين الفولار. المسرح هو مرآة المجتمع التونسي، وشفناه اليوم يعني بطريقة مباشرة، يعني كل واحد يحكي على همومه، يحكي على مشاكله، يحكي على الإنسان في حد ذاته. شفنا حاجات تمس الأشخاص في الذاتية نتاعهم، يافي با دي بيرسوناج، يافي بوكو بلوس معناها حضور الشخص والمجتمع والإنسان التونسي سور سان. حاولنا مثلا فرد من أفراد الشعب هذا عادي غير اكسبسيونيل. اسمي يوسف فارماسيان غير اكسبسيونيل. بابا ايكونوميست، امي تكنيسيان انبيولوجي، متقاعدين الزوز فريمون لا غير اكسبسيونيل. كنت في الستيل وبعد مش قاعدين في السيمفونية كندا بون مونريال غير اكسبسيونيل. تعبت من فرنسا عدة عام في باريس، ومن بعد رجعت لتونس نخدم مدرسة في كونفيرونس ادريجي وسبيتال اونيفرسيتير في ماستر. واحدة من الثلاث قالت سي با اكسبسيونيل، حياتها الكل راتها با اكسبسيونيل. حكاية المرأة اللي تتعاود، ولينا ياسر نحكيو على سوجي دو لا فام، سي اكسبسيونيل و سي با اكسبسيونيل في اللحظة؟ اكسبسيونيل سي با اكسبسيونيل، سي توجور سايتي توجور كوم سا. فدينا من حكاية المرأة، الحق المرأة والدين والسياسة فدينا منهم، ماهمش اكسبسيونيل وتونس ماهيش اكسبسيون، لازم نحطوا في بالنا نحيو الدعوة اللي ضربتنا. قضية المرأة علاش نعملوا فيها قضية؟ بالنسبة لي أنا المرأة عمرها ما كانت قضية، كما قالوا هما أنا مع الفكرة اللي في المسرحية، خاطر المرأة إنسان أبخيتو، هي والراجل كيف كيف، ما فماش حتى فرق وما فماش علاش نعملوا قضية مرأة. يا غياند اكسبسيونيل بالنسبة للمرأة، بالعكس أنا ضد حتى فكرة أن وزارة المرأة. لويس سا ديسكريميناسيون دو لا فام، لا فام اي لوم يسون باغي. ديك تمس موضوع المراه باش تجبد برشا مواضيع اخرى جانبيه ومواضيع مهمه وبرشا عوامل تاثر فيه الموضوع نتاع المراه وتاثر على حياه المراه. دونك وي وي سي توجور ان سوجي اكسبسيونيل بيان سور. ما نشوفوش موضوع ياسر مهم في اليوم نتاعنا، بار كونتر في شهادتنا فما حاجات اهم برشا مني، خاطر انا مراه موجوده بالضروره معناها فهمتني، ما نحبش نعاود ان نحكي فيه لانه بطبيعتي موجودة. Thank you.
صابة طابة فيها صابة ولا المسرحية فيها برشا صابة. أنا ما بصراحة عجبتني برشا فكرة اكسبسيونيل الممثلات كلهم تبارك الله عليهم فيها صابة وفيها صابة شوية محروقة مش طايبة على الأخر لازمها تزيد تنضج لا فيها صابة فيها صابة ديجا كلها مواعظ وكلها فيها اشياء مش شيء اللي عايشينه في البريود هذية اللي من بعد لا ريفولوسيون والله صعبه هاي بالحق انا نعرفها خوله ما نعرف خدمتها قبل وكله ظهرت لي نضجت عجبتني الستركتور اللي عملتها تري مودرن المسرح توا باش نحكي وموسيقى باش نحكي بالتحديد على الموسيقى التونسية ديرنييرمون فنانة تونسية خاطرت وأصدرت ألبوم فيه 8 أغاني مالغري اللي تعرفوا قداش صعيب في الوقت هذايا بالذات باش فنان تونسي غامر ويصدر ألبوم الفنانة اللي معانا تعرفت برشا بأغنية تراثية بير ماتر شاركت أيضا في الدورة الأخيرة لمهرجان الموسيقى التونسية معانا اليوم الفنانة الشابة معاني ما نحبهاش برشا الكلمة هذيا الفنانة الشابة ميسالش درة البشير مرحبا بك درة يعيشك عسلامة نوال عسلامة قناة تونسنا مرسي على الاستضافة هذه عسلامة كل الناس اللي شاهدوا فينا عايشك درة نحكي هو في البداية درة على تجربتك الفنية يعني للأسف ماكش معروفة برشا في تونس لكن انت حبيت تبدأ التجربة متاعك بالمقلوب خلينا نقوله مشيت لمصر عديت 5 سنين أصدرت كليب اللي ما شافه حتى حد للأسف يعني نجم كنقوله كأنك يعني رجعت من مصر بخفي حنين سامحني في العبارة عليش يعني لا الساعة أنا الأغنية اللي سجلتها اسمها توبة سجلتها في استوديو عمار الشريعي وزعها الفنان متحد خميس كتب كلماتها هيثم سليم لحن الفنان ياسر نور أنا صورتها أنا والمخرج الشاب مجاهد صلاح ومن بعد انا اكتشفت كيف تريثت انه ما نحبوش الكليب يهبط يعني الفكره للمراجعه يعني علاش ما عجبكش الكليب يعني في حاجات ما عجبوك شنو ما الحاجات اللي ما عجبوكش في الكليب هذايا ما هو ديما شوف المطرب ديما يراجع روحه يعني انا حتى في اكزاما مثلا ولا حاجه تعمل اكزاما يلزمك قبل ما تعطيه البروف يلزمك تقرا وتعاود انا من الناس اللي بصراحه موسوسه شويه فانا اغنيتي توبه مش مشكل انه ما هبطش فيديو كليب لان اغنيه بصراحه حسب رايي انا وحسب راي النقاد اللي سمعوها اغنيه حلوه تعيش يعني حتى لو نصورها بعد عامين ثلاثه مش مشكل وان شاء الله انا ناوي نصورها ان شاء الله في الشرق ان شاء الله بروشينمون ما عاونوكش مطربين توانسه او فنانين توانسه غادي في مصر خلينا نقولوا باش تشق حياتك الفنيه غادي في مصر فما لطيفه في مصر مثلا اول حاجه انا من الناس العصاميات يعني مش برشا اما من الناس اللي نحب نعتمد على روحي في حياتي في نجاحاتي يعني انت ما طلبتش المساعده من حتى حد انا ما طلبتش انا بركه تقابلت انا والفنان غازي العيادي نوجه له تحيه قال لي درة صوتك حلو كل وان شاء الله تجمعنا معناها اعمال وكل من وقتها هو تلاها وانا تلهيت معناها وحتى كي تقابلنا في تونس هوني نفس الكلام ان شاء الله معناها لي الشرف نتعامل مع غازي العيادي ثم باقي الفنانين التوانسه هوني زادة اللي تقابلت معاهم معناها شجعوني ومعناها أبدوا الرغبة باش يعاونوني يعطيهم الصحة لكني أنا ديما نحب ننجح بمجهودي الشخصي باهي ميسيرش احنا حكينا تويك على توبة سمعنا منها شوية بركة خاطر نزلناش نسمعوا أغاني أخرى من الألبوم الجديد لو بس تعرف أنا قد بشتاق لك وبحن لك لو بس تعرف حصل لي اول ما شفتك ملت لك انا قلبي داب نوبة ما قدري يقول توبة هو اللي شاف حبك يقدر يقول توبة
أبعد أنا توبة أنا زعلك توبة وإن كنت غلطانة غلطة وخلاص توبة توبة. يعطيك الصحة بغفو درة. أنا سمعت أيضا اللي روتانا قاعدة تتبع فيك باهتمام، هل صحيح هذا ولا؟ أي صحيح، أي صحيح. جاتني معناها جاني اقتراح وإن شاء الله أنا تو تهنيت على ألبومي، كنت مستنية معناها كان مخي مشغول برشا بالألبوم. الحمد لله تهنيت عليه وعملت له كونفيرونس دو بريس وقدمته للجمهور. ان شاء الله الفتره هذه باش نشوف شنو باش نعمل جديد، وان شاء الله انا نعتبر روحي محظوظه يعني انه كلموني ويعطي بالصحه، وان شاء الله نعملوا حاجه حلوه معناها ان شاء الله. علاش دره بالرغم من المحاولات هذيا باش تدخل في المجال الفني لكن ما زلت ماكش معروفه في تونس، ما يسمعوش بيك برشا؟ والله أنا في تونس الناس يعرفوا صوتي وأغاني أكثر مني. يعرفوا مثلا بير ماتر معروفة ياسر، يعني قلبي مشتاق لغناء الدينية. رو ما تنساش نوال أنا عندي 4 سنين بركة في تونس، من اللي جيت من مصر 4 سنين، فما نجمش نعمل كل شيء مع بعض، ما نجمش نعمل كل شيء وحدي. يعني أنا أول ما جيت احتضني الشاعر جليد العويني وعملنا مهرجانات، ثم الأستاذ عبد الرحمن العيادي زد، ثم تعملت مع الأستاذ عادل بنتقة وقاعدة نعمل في إنتاجي هك شفت أنت الألبوم، وشاركت في أيام قرطاج الموسيقية. معناها كل جفيتو معناها وحدي هذا مش كافي، وزاد عامل هك تشوف البلاد والثورة وكله، ثم أنه المشاهد يعني ينسى بسرعة. يعني أنا نحيي الإعلام بصراحة مش مقصر معايا، يعني سواء المسموع ولا المرئي ولا يعني ولا المتشاف ما قصروش معايا جملة، يعني كان في إنتاج جديد ولا حاجة، لكن كهوش بس نعمل كحد جاي. أنا مقبيلك قلت لك ماكش معروفة برشا، لكن المحاولة الأولى نتاعك كانت عن طريق أغنية تراثية اللي هي بير ماطر واللي هي ضربت بالقدي بلغة السوق كما يقولوا. يعني علاش اخترت البداية باش تكون بأغنية تراثية وظهر لي اختيار ذكي؟ هي ماهيش بداية، هي أول أغنية أنا نفذتها في حياتي الفنية، وأنا اخترت الأغنية توبة اللي سمعتها لك في مصر. هذه الأغنية اللي كيقولوا درة بشير يقولوا بير ماطر، يعني تعرفت بها باشا؟ والله بصراحة نحكي نكون معك صريحة شوية، أنا مطربة مانيش خريج طريق النجوم ولا برامج صنع النجوم، فبصراحة المشوار طويل فهمت؟ انا نحيي الشركه نجم نقول ولا شركه افريكا كاسات، نوجه لهم تحيه اللي ساندوا فيا في اعمال الفنيه ووزعوا لي كل، والفنان عدلان شقرون نوجه له تحيه زاد، هو اللي قام بتوزيع بير ماتر واغلب اغاني الالبوم. فكرنا انه نعملوا اغنيه هكا معناها يحبوها العباد وممكن تنجح في الواحد، باش تقصر لي شويه المسافه. وبتبيع ما اخترناش اي اغنيه، بير ماتر بكل تواضع يعني اغنيه حلوه برشا ويحبوها برشا عباد، وانا سمعت الاغنيه وحسيتها. نسمع منها شويه دره. جاك شي من يامل يا بير ماتر، جاك شي من يامل يا بير ماتر، جاك شي من يامل هما الثلاثة والشعور بالحملة يا بير الصحة. باهي قبل ما نحكيو على الالبوم الجديد نتاعك عزم يا عزيم، سمعت اللي انت تمشي للجزائر وعندك حفله مع كاظم الساهر، توضح لي الامر هذا شويه. انا كرمت في الجزائر من طرف المرصد الوطني للفنان من 3 أشهر، نوجه لهم تحيه. ان شاء الله الرحله الجايه معناها باش تكون فيها اعمال خاصه، باش نغني قصيد وللفنان
ملحن قدر بوزيان وشاعر سليمان جوادي وشاعر الدكتور احمد شنا زيدا. مش حفلة مع كلام سارح، باش نعملوا أوبيرات مغاربية. أنا من تونس وفنان كلام الساهر وفنانين أخرين من الجزائر ومن المغرب. إن شاء الله إن شاء الله ربي يسهل. إن شاء الله بالتوفيق في ألبومك الجديد أيضا عزم يا عزيم. أما كيني نتذكر نوال غشيم كانت عندها أغنية أيضا اسمها العزيم. يعني فما تشابه ظاهر لي. والله شوف انا كي نختار اغنيه راه ما نحبش تكون تشبه لاي حد. ياسين الزنيقي قال ماذا بالو كان سميت عنوان الالبوم قلبي مشتاق خير. قال ما يسالش خليها دره تغشش مني، اما انا حبيت نسميه. ياسين صديق اخويا وكله، وهي قلبي مشتاق خذت حظها وتسمعت عند العباد. بون احنا سميناه الالبوم عزم يا عزام. عزم يا عزام كلمات وألحان الفنان الياس بن أحمد وتوزيع أيضا الفنان عدلان شقرون، نوجه لهم تحية. وأنا سمعت هالغنية بصراحة مستني في الياس عنده روح حلوة في اللحن وغنيتها يعني مفكرتش أنا أنه تشبه الغنية فلان ولا. أنا بالعكس منحبش نعمل حاجة، أنا نتقلق كي نعمل حاجة تشبه الناس أخرين نتقلق. عندها مدة الندوة الصحفية الألبوم قاعد يتشري بالقديش، شنو أصداء الألبوم هذا؟ أنا ساعة نحب نشكر الإعلاميين والفنانين والأصدقاء اللي حضروا في الندوة هذه وشجعوني، وأولهم قناة تونسنا بارك الله فيكم. ونشكر زادة الفنانين والأصدقاء اللي ما نجموش يجيوا عندهم ظروفهم وكل. حبيت نعمل أنا احتفالية بالألبوم هذايا وكل. بون فما برشا قالوا لي كيفاش وتعمل، أنت مازلت في بداية مشوارك الفني، لكن انا مثالش نحب نحتذي يعني بالنجوم في طريقه الخدمه متاعي مش في الكلمه واللحن. بالنسبه للالبوم والله اصداء حلوه، يعني قالوا لي انه عزمي عزام بدات تسمع برشا. مازال كبت مازال بكري. مش عامل له فيديو كليب ولا مش عامل الاغنيه هذه عزمي عزام فيديو كليب ولا؟ اي ان شاء الله قدرت ربي. باهي مازالش نسمع منها شويه زاده، دللت عليك اليوم. اوكي. عزمي عزام وشوف حالي، القلب هايم وطلبي الصبر، ما تنام عيني سهران ليالي، وحبيبي غايب لا حس ولا خبر. عزمي يا عزام وشوف حالي، القلب هايم وطالبي الصبر، ما تنام عيني سهران ليالي ليالي، وحبيبي غايب لا حس ولا خبر. اشكو نداوي الجرح والتنهيد، اشكو نصبر قلبي والفي بعيد، اشكو نداوي الجرح والتنهيد، اشكو نصبر قلبي والفي بعيد. الروح هايمة وشوقي ليه يزيد، والبعد قاسي والفراق امر. الروح هايمة وشوقي ليه يزيد، والبعد قاسي والفراق امر. عزام يعطيك الصحة درة. طبيعي كنا نسمع في جزء صغير من عزم يا عزام اللي هي ألحان وكلمات الياس بن أحمد توزيع عدلان شقرون هكا ولا؟ أي صحيح. يعطيك الصحة درة. هذا هو غلاف الألبوم الجديد متاع درة بشير. احنا كنا حاضرين في الندوة الصحفية لدرة بشير وجبنا لكم الروبرتاج هذايا اللي بتشوف فيه أراء الفنانين اللي كانوا حاضرين في الندوة الصحفية وكذلك الصحفيين حول الألبوم الجديد لدرة. احنا نتمنى كل الخير لدرة، ومرحبا بأي فنان تونسي خاصة اللي عنده انتاج جديد مرحبا به في قناة تونسنا في أي بلاتو من بلاتواتنا. سوا نقعد مع بعضنا نشوفوا الروبرتاج. موسيقى
اشوف حالي يمكن البداية وقلبي الصبر متنا معيني سهران الليالي وحي ببالي احس بالخبر. درة بشير تحاول تثبت في خطواتها على مدى سنوات معينة، تحاول باش تدعم مكانتها اللي لقاتها في الشرق. اللي حتى اللي سمعته توا معناها الاسور، معناها اللحن مشهر بها، معناها تمكنت من الاداء. فنانة ممتازة وصوتها بالذات فيه يعني شجن خاص، وفيه عندها التامبر، نحن نقولوا مطرب عنده تامبر، مش مطرب يشبه المطرب. تعزم يا عزام وشوف حالي، القلب هايم وطلبي الصبر، ما تنام عيني سهرانة ليالي، وحبيبي غايب لا حس ولا خبر. هذا ألبوم عزم يا عزام هو أول ألبوم غنائي لي، فيه 8 أغاني. تعاملت فيه مع شاعر حسن شلبي، شاعر بشير لقاني من تونس، شاعر ناصر العماري من ليبيا، سيد ناصر سمود، الفنان المتميز بن أحمد، الفنان ياسين زناقي، الموزع القدير عدلين شقرون، الموزع المصري مدحت خميس، أستاذ محمد إدريس. الألبوم هذا قعدت 5 سنين أنا نحضر فيه. درة تعتبر شجاعة انها اقدمت على انتاج باش تخرج لنا هالسي دي هذايا المتكامل اللي فيه مجموعه من الاغاني الحلوه التونسيه. حبيت نقولها مبروك للالبوم، وحبيت نقول راي احسن اغنيه غنيتي بما اني تغنى بالرسول. البراق تقول قلبي مشتاق يا صاحب البراق، يا محمد سيدي هاش الاشواق. انا توا بدر حتى عنوان اخر عزم يا عزام، لكن حقق حطت قلبي مشتاق بكل تواضع. مشتاق يا صاحب البراق، يا محمد سيدي هاجت الأشواق. قلبي مشتاق يا صاحب البراق، يا محمد سيدي هاجت الأشواق. درة تبع في موضة الأغاني الدينية والأغاني الصوفية ولا ليه حاجة أخرى؟ ليه أنا قلت لك أنا ما نحبش نركب على الحدث، ديما نحب قلبي مشتاق. أغنية تعاملت عندها عميق على كل، هي أغنية محترمة وبها معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش تابعة الموضة. من ثم موضة هي أنت أغاني دينية تهو؟ ما عرفت نشوف فيهم جابوا سامي يوسف ولا وواحد يقعد باهت، معنى جاوا تقريب 300 و 4000 بورتون وعنده جمهوره، لكن يا خويا طلع لي توانس أنت ميسالش، خلي غنيوا أغاني دينية بالعكس، ما خير يحبوا ربي ورسوله ولا يغنيوا لك حاجة أخرى. قلبي مشتاق يا صاحب البراق، يا محمد سيدي هاجت الأشواق. برشا قالوا لي فما عتب على الأعلام، اسكو العتب على الأعلام وحده ولا زاد الفنان عليه شوية عتب في تونس؟ عزوز ما هو ديما راهو الفنان، انا نحب ديما نتكلم على روحي، انا كمطربة شابة ديما نسعى اني باش نعمل حاجات باهية، ديما المهم عندي اني نعمل مجهود باش نعمل انتاج باهي، باش نكون موجودة في الساحة الفنية بشكل باهي. الاعلام واقف معاها واحنا واقفين مع كل مطرب تونسي، لكن السوق صغيرة، المجال البث الاغاني صغير، ما ثماش مجال كبير باش تنجم هي تنتشر. انا نلقى حاجه مش معقوله في تونس، وقت اللي نبدا في سيارتي مثلا نحط الاذاعه نسمع اغنيه شرقيه، ندور اذاعه شرقيه، ندور اذاعه، الاذاعات الكل معناها فهمني ما تقولش عليها مش اذاعه تونسيه، ووقت اللي يعديو التونسي كانه كل تطير ملام. الاعلام ديما يركز مع الشرق والمصاروة واللبنانيين والسوريين اللي يجيو من برا، نمشيو للنجارة ونصوروهم ونحكيو معاهم وانترفيوهات، والفنانين التوانسة فما شوية تقصير، تو ممكن تصلحت شوية الأمور، فيو اللي كانت ما فماش كانت كونكيرونس، ما فماش كونكيرونس في الإعلام، كانت قناة واحدة راديو واحد، دونك ما فماش كونكيرونس، تنجم تعمل اللي تحب القناة. ولا بد لوزارة الثقافة أنها تفيق اللي راهو فما فنانين اليوم يعيشوا في مشاكل بما فيهم موسيقيين، يعيشوا في مشاكل صعيبة. علاش؟ دي حتى من لجنة الدعم قد عندها هي واقفة. هكا
نوصلوا لنهاية حلقتنا لليوم من كولتور ماغ، إن شاء الله تكونوا خذيتوا فكرة على أبرز الأحداث الثقافية في تونس. أكيد اليوم تعرفتوا على أبرز المسرحيات في تونس كيما زنقة إنسة، كذلك مدام كنزة في اعتصام، أيضا طابة طابة إخراج خولة الهادف، وعرفتوا قديش الممثلة التونسية حاضرة بقوة في المسرح التونسي. إن شاء الله تكونوا خذيتوا فكرة أيضا على أوبريت نفس المصير، وعرفتوا جديد شاب جيلاني وكذلك فنانة التونسي اللي باش يكون حاضر في موازين في المغرب محمد جبالي. أيضا إن شاء الله استمتعتوا مع صوت الفنانة التونسية درة بشير. انتظروا حلقة قادمة من كولتور ماغ مع زميلتي رحاب العجيلي كل نهار 4-8:30 على قناة تونسنا. تابعوا بقية برامج قناة تونسنا. أنا أبقى لي كن قلكم بسلامة وفي الأمان. بريق الشرشور عمانك مثل جخدم لي كوافور بما انه شعرك في طول شعري بقدر تربي هاي جو سوي بخير. مساش تبعد ساكا كمان باش نبداو باش نبداو اي بعد الاجواء نتاعك الكل هذيك اجواء الحلاقه يا بنتي والله في خطر الموت ميرسي. هاي سافا حاضرة باش تختص معايا بأعماق البحار ما تقوليش ما ياخذني تكومبوزي مع الوحدة بتاع القطفة مع وجه دودو دي كاميرا الدور واش تشلق بيه صورة الديكور ناحية عنده وراح بيه بيه اسمعني نخدم على دو كاميرا ولا اون سول كاميرا؟ يعني دير خلو جايبين دير تخدم على واحدة ما مرة أخرى دلي قالتني ما عادش برشني قالتني والله نسيت على الدوزيام كاميرا وجه الدودو ولا على بالك يخدم على ديك باقي اي وجه الدودو. تابعوا بقية برامج تونسنا تي في. انا ما بغى شي واحدة واحدة شو ريقي جاي وصوتي بحيح